دخلنا لقينا احمد ساح في دمه طلقه في جنبه. يا حرام نلتو بقى المستشفى انتوا بقى. ركبت التوك توك حتى لحد يجيب عربيه حد يجيب عربيه محدش بقى يعني لقيتش الا التوك توك المفتاح بتاعه كان معايا في الانترنت بدور التوك توك وشريف الله يصلح حاله اشتروا معايا وهو واحد اسمه سعد. وجيت هنا عند اخويا طه عامل ايه؟ قابلنا في عربية الله يصلح حاله ركبوا معانا ومشوا هو مشى قاعد يقول لي سامحني سامحني يا أحمد سامحني يا محمود قول لي العروسة تسامحني قول لي لأخواتي سامحوني قول لي لأمي تسامحني قمت قايل لي أنت حلو مفيش فيك حاجة قال لي أنا بموت يا أحمد قام أحمد قام له ده مش شاهد الشاهد يا أحمد وقام له بنفسي قام لي الشيطان لا إله إلا الله وقسم بالله قال قالها سلام وبتوجع وقول الله بعدين وقال لي شلال لا 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 قال شلال لا 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 تاني وقال لا لا الله ودخل عم دخلنا المستشفى كان هو فقد الوعي كعش بالكلمة قلب حنين والله عمري ما عمل حاجة وماشي من نبي من نبي أنا عاوز الإعدام اديله اديله إعدام ده مخرج مكافر مش مسلم ده خافر عمري ما راح صلى فرض وعمري ما راح صلى فرض في الجامع دي كان ما بيسيبش فرض عمره ما ساب فرض دي كان بيحبنا خالص والنبي والنبي هزر حق والنبي هزر حق والنبي ما قدرش والله كنت علينا من حد اول جمعه على وش الساعه يا والله فين ايه يا اولاد احمد رحمه ما عدتش لاقيين احمد